أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الإمام علي عليه السلام بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابغة في دين ولا يلحق بمنقبة من مناقبه، يحلو حذو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم. قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذبانهم فأودع أحقادهم بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم، فأكبت على منابذته وأضبت على معاداته حتى قتل الناكثين والقاصدين والمارقين، فلما قتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين. لم يمتثل أمر رسول الله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم. فقتل من قتل وسبي من سبي وشرد من شرد، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فعلى الأطايب من آل بيت محمد وعلي فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرخ الدموع. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء؟